بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع الكلام على الآيات من قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد تكلمنا على الآية الأولى، ونتكلم على قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الله جل وعلا: إن ينصركم الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمكنكم من عدوكم ويؤيدكم في قتال أعدائكم وفي غير ذلك من الأمور التي تحتاجون فيها إلى الإعانة من الله سبحانه وتعالى، وكل محتاج إليه جل وعلا. ولكن عند الشدائد وعند القتال تشتد الحاجة إلى إعانة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذا بعد قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يفيد أن نتيجة التوكل على الله، تفويض الأمور إليه بعد الأخذ بالأسباب النافعة، فإذا جمع المسلم بين الأخذ بالأسباب النافعة وإعداد العدة والقوة في قتال العدو مع التوكل على الله، فإن هذه أسباب النصر. الله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا كان العبد مع ربه سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه والتمشي على طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه. وإذا نصره الله فلن يستطيع أهل الأرض كلهم أن يتغلبوا عليه. ولهذا قال: فلا غالب لكم، لا غالب مع نصر الله سبحانه وتعالى مهما كان العدو ومهما كان الكيد، فإنه فاشل بإذن الله. وهذا تطمين للمؤمنين في أن لا يخافوا من عدوهم، وإنما يخافون من ذنوبهم وتقصيرهم في جانب الله سبحانه وتعالى. فإذا تمموا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى تمم الله لهم النصر، وحينئذ فلن يستطيع أحد من أهل الأرض مهما بلغت قوته أن ينتصر على المسلمين. وأما إذا قصر المسلمون فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، فأخلوا بعهده وأضعفوا الصلة بينهم وبينه سبحانه أو قطعوها، فإن الله سبحانه وتعالى يخذلهم. ولهذا قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والخذلان له أسباب من قبل العبد،
بأن يقصر في طاعة الله أو يتجرأ على محارم الله عز وجل أو غير ذلك من أي مخالفة بينه وبين ربه، فإن هذا سبب للخذلان. فكما أن الطاعات سبب للنصر، فكذلك المعاصي والتقصير في حق الله سبب للخذلان. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من ذا الذي، هذا استفهام إنكار، أي لا أحد ينصركم من بعد الخذلان الذي خذلكم الله به، فلن يستطيع أحد أن يرفعكم إذا وضعكم الله عز وجل، ولن يستطيع أحد أن ينصركم إذا خذلكم الله عز وجل. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وهذا مما يؤكد على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يناصحوا من ولاه الله أمرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك أخذوا بأسباب النصر، وإذا تخلوا عن ذلك أخذوا بأسباب الخذلان. فالواجب على المسلمين أن يعتصموا بالله عز وجل ولا يهابوا من العدو مهما كان، ولكن عليهم أن يعدوا العدة التي يستطيعونها لمقاتلة عدوهم، ولا يهابوا منه مهما كان، لأن الله جل وعلا معهم بنصره وتأييده وعنايته سبحانه وتعالى. ثم أعاد سبحانه وتعالى الأمر بالتوكل، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا يفيد الحصر، حصر التوكل على الله، لأن تقديم المعمول وهو الجار والمجرور على الله يفيد تقديمه على العامل وهو قوله فتوكلوا، يفيد الحصر، وأنه يجب أن يكون التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. وأصل الكلام توكلوا على الله، ولكنه قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المعمول وهو إياك على العامل وهو نعبد ونستعين لإفادة الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل دل على أن التوكل على الله من خصال الإيمان، وأن عدم التوكل على الله من خصال الكفر والنفاق. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.